حكم لعب الأطفال في وقت القراءة قبل المغرب يستحب عدم ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم واذكروا اسم الله، وأوكئوا قربكم واذكروا اسم الله اربط القربة، وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله، فإنه ينزل في بعض ليالي السنة بلاء لا يدع إناء ليس عليه غطاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك البلاء. وأيضا ففي رواية: فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهبت ساعة من العشاء فحلوهم.